وليه دم زي المرات شو نديك شمزن ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. تشبيه مقلوب وايا تشبيه مقلوب قلنا وقي وديارة، يعني تو مشبه بيري تجي مشبه به ومشبه به بيري تجي مشبه، أو هدف اللواء وياك تو مبالغة لتشبيه كذا بكي. وقام شعري مولوي كأفرمي وفراوان شن سيل ديدي من جوشان قلت شن روي عزيز نزاكت بوشان، وفراوان شن سيل ديدي من جوشان قلت شن روي عزيز نال روي عزيز شن قلت شن روي عزيز نزاكت بوشان وفراوان شن سيل ديدي من جوشان ناجي سيل ديدي من شن بفراوان جوشان حاضر وتشبيه مقلوبة. قال محمد بن وهيب الحميري: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتتح. على صباح دركوت أو غري صباحا أو سبيايا كنشاني دا وكو وجهي علي وجه خليفة لكاتك مدحة كريه لحالك عشبتا كأن وجه الخليفة حين يمتتح غرة الصباح ولوين نوت واحتري عليه كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد. سنان روناكيكي روناك سنا برقي اشتكي اوايا سنا روناكيكي او بالعشي يعني شمس لكاتي اوارانا كوفي اشد داشي وامانا باشا كأن سناها بالعشي لكاتي عشيا لصبحها باشا كبول يعني لصبح شعوها الهيا يعني إلى صبحها وتعشي لقى صبحها أو السنايا أضيت تبسم عيسايا لك يا حين يلفظ بالوعد واخذك تلفظ بوعدك يجي مثلا تومر دي من ديم زينوتك ويعطون أخوشي من ديم شاكتك حالبين حالك تبسم عيسايا أبو بشبهان ذهب السنايا أو هو ثانية روتيتي أحنوا لهم ودونهم فلات كأن فسيحها صدر الحليم. أحن لهم يعني بوانا رحتم حنين ما هي بدوانا بوانا قريم ولي لبين منو أوانا لبران بري أوانا فلات يقيا يعني بياباني كي دورو دريج لبين مانا فاصلة كفسيحي أو فلاتة يعني فاصلة برنايتي باني وبريني وقوري أو فلاتة أضي صدري إنساني بحوصلية سيني إنساني بحوصلة ضلي إنساني بحوصلية لحالك أبدأ صدري إنساني حليم بشبه يعني بفسيحة يعني يقول الحميري إن تباشير الصباحي يعني مجدكاني صبح تشبه في التلألؤ وجه الخليفة عند سماعه المديحة وقتك خليفة مديحة بيسي بومت حانا خوش حالة بيه ودناو شاوي أدروشيتوا أو نيد بجوان زانيوا تنانت غري صباحي بوه شبهان دوا. فأنت ترى هنا أن هذا التشبيه خرج عما كان مستقرا في نفسك من أن الشيء يشبه دائما بما هو أقوى منه في وجه شبهه دي وتشبه قول الروجكاء قويت الناس بحكاء قويت ليك إذ المعلوف أن يقال إن وجه الخليفة يشبه الصباح ولكنه عكس وقلب للمبالغة والإغراق بادعاء أن وجه الشبه أقوى في المشبه كان مع ادعاء أويها يعني. وهذا التشبيه مظهر من مظاهر الافتنان والإبداع ما ذلك مظاهر افتنان يعني فناوري وإبداع يعني نوع آوري ويشبه البحتري يعني يشبه البحتري برق الصحابة هكذا صناعه يعني صحابي هولا برق الصحابة الذي استمر لما عن لحالة لمعة فراكن يرايا ششم زدنايا طوال الليل بدري الشو شبه عندي بتبسم ممدوحه فتمسم ممدوحك حينما يعد بالعطاء فأو عيسى حضرت عيسى منظورنيه عيسى يكبل خلفاء يكبل دور رمضان أو سردام متواجبين ينفذ بالوحد يعد بالعطاء. ولا شك أن لمعان البرقي أقوى من بريق الابتسام فكان المعهود أن يشبه أن يشبه الابتسام بالبرقي كما هي عادة الشعراء ولكن البحتورية قلب التشبيه وفي المثال الثالث شبهت الفلاة بصدر الحليم في الاتساع
وهذا أيضا تشبيه مقلوب. قاعدة التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبها به بالدعاء أن وجه الخليفة وجه شبه فيه أقوى وأظهر. أيوة يعني ادعاءك وادعائية إن هذا المشبه به هو وجه شبه. نموذج كأن النفي نية على قالوا مشبهك إبراهيم مشبهك معناه أول شبه لما بقوة ريك يعني وادعاء. وانية كأن النسيم في الريقة أخلاقه وكأن الماء في الصباء طلاعه. يعني النسيم للريقية لنازكية أخلاقي أو شابت أخلاقي أو للريقة دا وكو نسيم وايم يا أو للصفادات طبع كاني أو وكأن ضوء النهاري جبينه وكأن النشر الروضي يعني بو النشر يعني بو بو يباخ حسن سيرته أو توعوش. أمجاد تمرينات لما كان تشبه مقلوبا فيما يأتي وتشبه مقلوبا لما يأتي ذا بحتري الله والصبح في ترة ليل مصفر كأنه غرة مهر أشقر مهر أشقر أشقر حالبي في ترة ليل مصفر كأنه غرة مهر أشقر حالبي ديارة صبح لتري الشوى تري يعني آخري شو أبدا تري أصلا بسري ظلفة ظلفة نية كيلا بريتو أما جراء أشميتو أهلي رودة خوارو أشميتو في يولين تري تري شايد دو تغرى تغرى لقبي أو هنا كان بو أو مغولي كان بو باشايا وان موريان بو موركة تغرى يان في وانا موجود حالتي شمايا ويبو وبدو أو تشبيه معمول بو كتشبيه ظلف يعني كرب أو تغرائيه حالبي بعدين يتلبى ترى ترى نباني فاكد لو يا صبح لترى ليلى كصفة شوكا بمسفير بي مسفير يعني شوق ده والصبح إذا أسفر شاكا مسفير يعني شوق بداته أو صبح كأنه غرة مهرين علي غرين مهري أشقر باشا مهر جوانو أسبة ظاهرا مهري أشقر الأحمر الأحمر الشعر حالبي أشقري بمعنى يعني موخي سوربي فأني يقول مثلا شو زانم أسبي شي أسبي شي مثلا تقريبا هو نوع أسبي سور كبو جوراي وكو جوانو أسبواي شن سور هوا قرر لو بين آخري شوا والصبح في ترة ليل مسفرين كأنه غرة مهر أشقر وكو غري مهر أشقر واي يعني وكو مثلا أبدا سبيعي ناوشاوي شو ناوشاوي هنا ناوشاوي سبيعي وك سبيعي ناوشاوي أسبي سور واعي حارب يعني مخلوبك اللي واعي أشياء ناوشاوكاش في من درائب صبحك ومعلوم بعد المحتري أضي في حمرة الورد شيء من تلهبها وللقضيب نصيب من تثنيها لسوراي قوبا شتي لتلهبي أو هيا لعاوري سوري أو كاسي كي تشبيهك أخويا زاني وبو قضيبيش قضيب كالقي دارة نصيبك هيا يعني خلفي تعزى نصيبك هيا لتثني لنوشتان نوي أو آخر أو كارواب لنجولارو خوبان وخوي أنوشتان يتوا لقضيبك إشا شبيه لقضيبك هذا شبيه أو إتيايا كواتا قضيب أشبهي بواوا حمرة الورد إشا شبهيني بواوا لهذا الشيء لهذا الحالة. وقال أيضا في وصف بركة المتوكل لوصف بركة المتوكل أعلى نعم هو بيركية بركة المتوكل يعني حوزي أعلى وكبيرا تعالى كأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها كأنها أو بيركية واختيك قرم أبي لتدفقها يعني لجت يعني أقاتها عيني قولاي خوي لجت يعني عشتنا قولاي يوان قول أبي لتدفق دا وقت عودة رقوية تدرو على يدي خليفة لكاتك دا وادي أو يدا سيلانك على فضل سيني يعني ناور راسي دا تشبيه كابا وادي يوان متواجبين لحالك أشياء يدكي شبهان دا ببيلك كو إن جاء من السارد بين السفينة في بحر كأنه جدواك وقد سطع نور البدر كأنه جمال محياك على كشتي إما يبرق برو بحري
او بحر او نموهم بو ادو سخاوت مندي تويا بخشي تويا ونوري بدريش شعلوار ببو او جمال رخصاري تويا هو تشبيه مخلوبة بشيك معلومة امجال اوه ميز التشبيه المخلوبة من غير المخلوب فيما يأتي وبين الغرب من كل تشبيه فلك أن السواد الليلي شعر فاحم رشيتي شو أمي موي رش ظاهرا وهذا لك شعر فاحم يعني موي خلوزي فاحم يعني خلوز أو بشبهين بسواد ليلة أبو طيب أمي يزور تشبيه مخلوبة يزور الأعادي في سماء عجاجتي دي أسنته في جانبيها الكواكب يزور الأعادي يعني أو شخصة دجمنا كان يخوي زيارة أكا لأسمان يكدا كأسمان كالكفوتوس ساز بوا شاكا كأسنته في جانبيها الكواكب كش نيزكاني أنا نيزي لشكركي لجانبي أم سماء عجل لما ولكي وكذا لكي أثير كان متواجبي يعني مثلا وضع أثير كان وان يعني نيزك أسنة في جانبي الكواكب حاضرين بابا زي ديارة شنك عجاجك وكو أسمانك وايا ليوا أسنة شو كواكب زائرة ما تشبه مخلوب نية حاضرين ولي مبالغة كأن النبل كلامه وكأن الوبل نواله نبل كثيرة علي كلامي أوى وبلش كبارنا علي بخشي أوى حاربين لحالك أما في شوانب وشاء أما مخلوبة قال أبي وردي علي كلماتي قلائد الأعناق سوف تفنى الدهور وهي بواق كلمة خالي من قردن بني ملكان يعني هو قردن بني ملكان وان سوف تفنى الدهور دور لأن زمان رجال هم تياشي ولا أو شعراني من هربي هو تشبيه أصوية أرسل أحد كتاب المأمون إليه فرسا إيكي لكاتباني مأمون أسبك نال بلاي مأمون وقال قد بعثنا بجواد مثله ليس يرى أسبك ما نارت كمثلي أو قصناك لي فرس يزهى به لل أو يرانا أري قصناك لي نانا قصك فرس يزهى به فرس يكاك شعناتي في أكلي تكبري في أكلي حاربين لأحسن سرج ولجان ماشا لأحسن للأحسن هو شيء سرجين ولأحسن سرج ولجان لبل بعشرين زين ولبل بعشرين شاعر لبل وزن شاعر قال لي جامون خلنا نجيب كلمة سرجون هنا لأحسن سرجين زين الغال شاك فيه ويا آو وجهه صبح هو التشبيه أصلي يجب ولكن سائر الجسم ظلام هل فقدنا شيء سبيه هنا هو دوي هو سرجون كيف كتاب أنا يفعل موت شون أخبار هذا شيء نايفعل كيه نايفعل يزهاكي نايفعل اشتباه يزهاكي يعني بالفرس لبرشي أو تكبري في أكريه لأحسن سرجين ولجه والذي يصلح للمولى على العبد حرام وعليك أصلحي بو مولى لسر عبدك يا خوي لسر عبدك يا خوي حرام أي مثلا يسمى أسباب كأسي من ناردوما بو مولى باش تابو من ما دام كبو أو باش تريكا فاز بو من حرام حاضرين حول تشبيهات الآتي إلى تشبيهات مقلوبة ودي وبين أيها أبلغ زي زولة هاي تبى زي الشرحين بوهاري ستة في ثواب. لا لا فش ما فش.